كل الأسئلة متواصل معكم متابعين الكرام. اليوم سألنا هل فعلا يحمل 10% من سكان السلطنة جينات أمراض دم وراثية؟ اللي بيقدر يجاوبنا على هذا السؤال وأسئلة مرتبطة أيضا فيه هو دكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتثقيف الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. نمسي عليك بالخير دكتور مسلم وحياك الله معنا. مساء الخير أختي خلود، أحب أمسي عليك وأمسي على جميع السادة المستمعين. حياك الله معنا. يعني دكتور، هل فعلا 10% من سكان السلطنة يحملوا جينات أمراض دم وراثية؟ نعم، وحقيقة هذا رقم صحيح، وكان بناء على دراسة استطلاعية أجريت منذ مدة، ووجد أن 10% من العمانيين يحملون جين مرض الأنيميا المنجلية، بينما 2-3% يحملون الطفرة الجينية المسببة لمرض آخر من أمراض الدم الوراثية وهو أشد أهمية، هو مرض البيتا ثلاسيميا. من نفس الدراسة كذلك أثبتت أن يعني تقريبا نقدر نقول أن معدل ولادة الطفل مصاب بأحد هذه الأمراض الثلاثة اللي هي الأنيميا المنجلية والبيتا ثلاسيميا ونقص الخميرة هو ما بين 3.5 إلى 4.7 من كل 1000 ولادة حية بالسلطنة. يعني الخطورة دكتور، لو يعني نحن نتكلم الحين عن أرقام، لكن كونكم أكيد أدرى بالمجال، ما الخطورة إنه يعني هذا الرقم أو هذه النسبة؟ صحيح، وعليك نحن نتحدث عن أمراض وراثية من نوع الخلل الجيني الواحد المتنحي. متنحي بمعنى أن يحمل الفرد الجين المعطوب لكن لا تظهر عليه الأعراض، لأن لكي تظهر الأعراض ويصاب بالمرض لابد أن يكون صورتي الجين اللتين أخذهما كل فرد، واحدة من الأب وواحدة من الأم، تكون معطوبات. وبالتالي طالما هو يحمل هذه الصفة الوراثية لكن لا تظهر عليه الأعراض، فهو معرض مثلا أن يقدم على أن يتزوج أو تتزوج من شخص آخر حامل نفس الصفة الوراثية، وبالتالي لا تظهر عليه الأعراض، وهنا يكون في احتمال 25%، أي واحد من كل 4 أن ينجب طفل مصاب. يعني لم يتم الفحص، ما لم يتم الفحص على الشخص الحامل لهذه الصفة الوراثية لم يتم معرفة ذلك، وبالتالي إذا قلنا أن 10% من العمانيين يحملون هذا الوضع، فهناك عدد كثير من العمانيين لا يعلمون أنهم مصابون. وهذا هو السؤال، يعني دكتور، مدى أهمية مسألة الفحص قبل الزواج، يعني على أساس أنه نتكلم عن يعني توعية أيضا المجتمع بخطورة الأمراض الدم الوراثية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مثل الإجراءات الاحترازية. بلا شك أختي كريمة، وحقيقة الفحص قبل الزواج هو الحل، بمعنى أن الأمراض الوراثية هي يعني لا يوجد علاج في الوقت الحالي، حقيقة يكون سهل في متناول اليد أن يشيل المرض بشكل كامل، فإذا الحل هو الوقاية، والوقاية تتمثل في إجراء الفحص قبل الزواج. احنا حقيقة يعني نتوسع في مفهوم الفحص قبل الزواج، بمعنى أن لا فقط أن أذهب وأفحص على هذه الأمراض، وإنما إذا عرفت أو علمت أن في أحد من الأسرة عندي حتى لو من الجيل الثالث أو الجيل الرابع يحمل صفات مرضية وراثية، قد تكون تشوهات خلقية، قد تكون إعاقات ذهنية أو حركية، يجب علي أنا إذا أقدمت على الزواج أن أسعى للبحث عن ماهية هذا المرض باللجوء المختصين. يعني ليس فقط إجراء الفحص فقط، وإنما البحث والأسئلة، لربما لتوفر التقنيات الحالية إحنا ممكن أن نفحص عن أمراض متنحية أخرى غير أمراض الدم الوراثية. فالفحص قبل الزواج حقيقة هو الحل، هي عملية متكاملة، البحث عن تاريخ العائلة ثم تحديد نوعية المرض ثم إجراء الفحص. ما يتوفر معنا في السلطنة حاليا حقيقة هو الفحص عن أمراض الدم الوراثية الثلاثة التي ذكرناها، بناء على إنها أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في السلطنة، وبناء على الإحصائيات التي تم نقاشتها في بداية هذا اللقاء. طيب يعني دكتور، اليوم خلينا نكون أيضا واقعين، كيف ممكن أنا أقنع المجتمع أنه يا جماعة الخير في خطورة في مسألة زواج الأقارب اللي عندهم اللي يحملوا جينات دم وراثية، خاصة بعد ما يكونوا يعني مثل ما ذكرت أنت مثلا في حالات معينة ظهرت في بعض الأسر، وبالتالي يكون في نوع من اليقين أنه نحن نحمل لجينات دم وراثية، كيف ممكن نقنعهم؟ توضيح بداية، هو الأمراض المتنحية تشمل الأقارب وغير الأقارب، بمعنى إحنا نستهدف الموضوع زواج الأقارب، وإنما نستهدف الجميع، يعني الجميع معرض أن يكون حامل للصف، أو يعني 10% من الكل سواء أقارب أو غير أقارب. مسألة الإقناع أختي الكريم هي الحل، يعني ما نقوم به ويقوم بغيرنا من مؤسسات الحكومية حتى الجمعيات التطوعية الأخرى من نشر عملية التثقيف وعملية التوعية بشكل متنامي ومستمر، ربما نحتاج إلى جرعات أكثر من هذه الأنشطة.
يعني استخدام وسائل الإعلام وهي ما مقصرة معنا حقيقة، ونستخدم كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، نحاول نخرج عن الإطار التقليدي في إجراء العملية. صحيح. لأنها أصبحت يعني غير مرقوبة، وبعدين أصبحت متأخرة جدا. صحيح. وبالتالي يجب أن نطور من الآليات التي نستخدمها في عملية التواصل المجتمعي لشرح المفهوم العام في المستقبل. طيب دكتور، يعني خلينا نوضح نقطة يمكن البعض يفهم نحن إيش نقصد، إنه الثقل اللي تمثل أمراض الدم الوراثية اللي طبعا منتشرة في السلطنة على الخدمات الصحية، يعني على تقديم أيضا حتى الخدمة الصحية هنا في السلطنة. بلا شك بلا شك، يعني نقطة مهمة. مثلا مريض البيتا ثلاسيميا يحتاج إلى نقل دم متكرر، يعني أو خلينا نقول كل 3 أسابيع أو كل 4 أسابيع، وهذا عملية نقل الدم يعني مكلفة للمريض نفسه ولأسرته وللمجتمع وللطاقم الصحي وغيره. كذلك مريض الأنيميا المنجلية، يعني نسبة كبيرة من مرضى الأنيميا المنجلية هم من اللي يستحوذوا على خدمات الطوارئ عندنا في السلطاني وعند وفي جميع المستشفيات الأخرى. وبالتالي الثقة نعم كثير. لو فعلنا عملية الفحص ويعني عملنا بالنتيجة التي تم استجابها من الفحص، تخيل كم ممكن نوفر لنوظفة في خدمات صحية أخرى. صحيح بالفعل. يعني نعم مهم جدا، يعني رح يكون في نوع من الضغط أيضا على الخدمات المقدمة، وبعض يمكن يعني بعض الأمراض أيضا مثل ما ذكرت تكون غير منتشرة بشكل كبير في السلطنة. دكتوري، أنا أستغل وجودك معاي لتوجيه كلمة بما يتعلق بأمراض الدم الوراثي لكل من يسمعنا. بناء على الدراسات الاستطلاعية اللي ذكرناها سابقا، أنا أعتقد أن يجب قبل الإقدام على الزواج إجراء هذا الفحص، أو حتى من غير ما يكون في عملية إقدام على الزواج كي لا ندخل في متاهات أخرى. يعني كل فرد لم يتم الفحص عليه يجب أن يتوجه إلى المكان اللي يكون فيه الفحص ومتوفر في جميع المحافظات والحمد لله لإجراء هذا الفحص، وبالتالي التعامل مع النتيجة بشكل سلس ومن غير ما يكون في إحراجات مجتمعية أخرى. صحيح. فنصيحتي للجميع هو الإقدام على إجراء هذا الفحص من أجل تفادي السلبيات اللي ممكن تنتج من ارتفاع معدلات الإصابة. طبعا اللي يكون في المستشفيات وفي العقل الصحي يرى هذا الشيء. صحيح. صحيح. شكرا لك الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتثقيف الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا كريمة. شكرا. الله يحفظك. شكرا لك. إذن مستمعين الكرام، كان سؤالنا هل فعلا يحمل 10% من سكان السلطنة جينات أمراض دم وراثية؟ الدكتور مسلم جاوب على هالسؤال وقال بالفعل هذه النسبة صحيحة. إذن ننتقل إن شاء الله معاكم للسؤال الثاني، وضيف ثاني، وحكاية أخرى بعد الفاصل. خليكم معنا. كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم. كل الأسئلة.